بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه، وما زلنا في بيان شروط الصلاة، ومن شروطها أو من شروط صحتها ستر العورة. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وعورة الرجل والأمة وإن بشائبة والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين. الشيخ قال الشارح رحمه الله لما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضا، لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها. يبقى هناك عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة سترها حكم شرط صحة في الصلاة، فمن صلى مكشوفا العورة المغلظة وهو قادر على سترها فصلاته باطلة. أما العورة المخففة إذا صلى صلاته صحيحة، لكن يعيد في الوقت، يعيد في الوقت ندبا لا وجه. هناك عورة للرؤية ما يجب ستره بالنسبة للنظر. قال: وعورة الرجل التي يجب عليه سترها وعورة الأمة القن، بل وإن بشائبة كأم ولد ومكاتبة ومباعدة مع رجل أو مع امرأة محرم له، وعورة الحرة البالغة مع امرأة كبيرة حرة أو أمة أو كافرة. وقوله مع امرأة قيد في الحرة، وقوله ما بين سرة وركبة راجع للثلاثة، يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الأمة القن واجبة مع من السرة إلى الركبة، وعورة الأمة الحرة مع امرأة، مع امرأة كبيرة حرة أو أمة أو كبيرة من السرة إلى الركبة، المرأة مع المرأة. ما بين سرة وركبة، لكن هو طبعا يعني رأي المالكية ده بالنسبة للمرأة الكافرة مع المرأة المسلمة، يعني خلاف رأي الجمهور، لأن رأي الجمهور جمهور أهل العلم أن المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة كالرجل الأجنبي مع المرأة. ليه؟ لأن القرآن خصص في من يطلع على العورات في سورة النور، هنا قال: أو نسائهن، يعني المؤمنات، أو نسائهن، يعني المؤمنات. قال: لأن الكافرة كالأجنبي، كالرجل الأجنبي، لأنها تصفها لزوجها، يعني تصف المرأة المسلمة لزوجها. رأي المالكية في هذا مخالف لرأي الجمهور. قال: وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بمحرم لها، جميع البدن غير الوجه والكفين.
وأما هما فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة. يعني مخشية الفتنة يجب عليها لبس النقاب. ده رأي جميع العلماء أن مخشية الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، لكن غير مخشية الفتنة فالوجه والكفان ليس بعورة، لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فجمهور المفسرين على أن ما ظهر منها هما الوجه والكفين. ويجب سترها أي العورة المذكورة لرجل أو أمة أو حرة مع أجنبي بالصلاة أيضا. يعني المرأة تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين حتى في الصلاة، كما يجب سترها بالنسبة لرؤية من ذكر الرجال الأجانب جميع البدن ما عدا الوجه والكف. لكن العورة المغلظة من ذلك تعاد لفكها أبدا. المرأة يعني لو كشفت ما تحت الصدر أو ما فوق الرجلين يعتبر عورة مغلظة تعيد الصلاة أبدا. والمخففة بعضها تعاد له في الوقت كالفخذين بالنسبة للأمة والأطراف في الحر، وبعضها لا تعاد له أصلا كما عدا الفخذين في الأمة غير أم الولد. يعني لو ظهر منها شيء يعني كالرجلين مثلا أو الذراعين، الأمة أو أم الولد، أو الأمة فقط، لأن أم الولد يعني بتاخذ يعني حكم الحر لأنها أم ولد، يعني صارت شبيهة بالحر لأنها زوجة. وما عدا الأليتين في الرجل كما علم مما تقدم. وعورة المرأة مع رجل محرم له، يبقى هنا عورة المرأة مع الرجال الأجانب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. وعورة المرأة مع رجل محرم، المحارم اللي هي مذكورة في سورة في سورة النور. لا، المحارم اللي في سورة النور. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. دول اللي هم اسمهم يعني المحارم. المحارم ابداء الزينه، يعني الزينه في الوجه او الزينه في الشعر او الزينه في الذراعين كالذهب، يعني الاساور او الخلاخل مثلا، يعني من الركبه لتحت، كل ده يعتبر لا يعني يجوز للمحرم ان يرى هذه الاشياء من المراه المحرم عليه، اللي هي بالنسبه للبنت يعني او الجده او خالة أو أخت أو بنت الأخت أو بنت الأخ، دي اسمها محارم. فيرى منها الأطراف، يرى منها الأطراف، لأن يعتبر للمخالطة ولعدم طبعا اشتهاء المحارم.
وعورة المرأة مع رجل محرم لها غير الوجه والأطراف، الرأس رأس طبعا الشعر واليدين والرجلين، لكن بل فيحرم عليها كشف صدرها أمام الإيه؟ المحرم، كشف الصدر أمام صدرها أو ساديها، يحرم كشف الصدر والسدين أمام المحارم بالنسبة للمرأة ونحو ذلك عنها. ويحرم على محرمها كأبيها طبعا أخيها رؤية ذلك منها، حتى وإن لم يلتزم، طبعا لا يلتزم المحرم إلا الفاجر أو الفاسق، لكن هي عورة، الشرع أوجب عليها يعني أن تسترها. وترى المرأة حرة أو أما من الرجل الأجنبي منها أي غير المحرم ما يراه الرجل من محرم وهو الوجه والأطراف، يعني المرأة ترى من الرجل وجهه وأطرافه، يعني ترى الذراعين وترى الرجلين. قال إلا أن تخشى لذة، على سبيل الفرض يعني، إلا أن تخشى لذة فلا يجوز لها أن تنظر لصدره ولا جنبه ولا ظهره ولا ساقه، ولو لم تخف لذة. كل ذا من باب يعني سد الذراع عند الإمام مالك رضي الله عنه. وترى المرأة من المحرم ولو من رضاع كرجل مع مثله، يعني المرأة ترى من أبيها وأخيها ولو من الرضاع كرجل مع مثله، أي كما يرى الرجل من الرجل وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني المرأة يعني بالنسبة للرجل المحرم الأب والابن والأخ والخال والعم والجد، كل دي محارم، يعني ترى ما بين ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني الذي مثلا يلبس شرطا لنصف الفخذ أمام محارمه هذا حرام، يعني لا يكشف ذلك لا أمام المحارم ولا أمام غير المحارم، ولا أمام النساء المحارم ولا أمام النساء الأماميات كذلك، لأنه يجب عليه بالنسبة للنظر ستر ما بين السرة إلى الركبة. وبعدين لابد من أن يكون الثوب يعني سخينا، ما يكونش رقيق يصف ما تحته، لأن الرقيق كالعدم، الرقيق كالعدم، يعني تجد بعض النساء مثلا تلبس أمام المحارم ثيابا رقيقة تصف ما تحتها، لكن ده طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر المرأة دائما يعني أن تستر بثياب، تستر نفسها بثياب غليظة هي التخين، يعني لما دخلت عليه السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها بنت سيدنا أبو بكر الصديق وعليها ثياب رقاق، فقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفه. يبقى إذن يعني علمها صلى الله عليه وسلم أن الثياب الرقاق كالعدم، لأنها تصف ما تحتها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عنها انها كاسيه عاريه، يعني في الظاهر كاسيه لكنها عاريه، حديث البخاري قال صنفان من امتي لم ارهما
ناس معهم سيارة كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، صلى الله عليه وسلم. يبقى كاسيات بثياب رقيق، كاسيات لكنهن في الحقيقة عاريات، لأن الرقيق كالعدم. ما دام واصف يعني يصف حجم العظام وحجم اللحم ولون الجلد، يبقى إذن يبقى كالعدم. ولذلك لما أهدى صلى الله عليه وسلم لأبي الجهل ثوبا يعني لينا رقيقا من السبرك، فأعطاه أبو الجهل لامرأته تلبسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أين الثوب الذي أعطيتك إياه يا أبو الجهل؟ قال: أهديته لامرأتي. فقال: مرها فلتلبس تحته ثوبا من كتان، فإني أخاف أن يصف حجم عظامها. يعني الثوب اللين الذي يلصق الجسم يصف حجم العظام وحجم اللحم. فرض المرأة إذا لبست شيئا رقيقا أو شيئا لينا كالحرير أن تلبس تحته شيئا سخينا حتى لا يصف ما تحته، وحتى لا يصف حجم الجسم، حجم العظام واللحم. زيادة في الست يعني تلبس ثوبين حتى ولو أمام المحال، حتى ولو أمام المحال، يعني ما نقولش فلان ده هذا أخي أو هذا أبي أو هذا عمي أو هذا خالي أو جدي، لا، دي أمور شرعية. ولذلك هنا أهل العلم فصلوا بين رؤية عورة الصلاة وعورة الرؤية. وكره الرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل، أي يعني ثوبه، وكف أي ضم كم أو كف شعر برأس لصلاة لا لغيرها لأمن اضطر ذلك. يكره للرجل وهو يصلي أن يكشف الكتفين، كالذين يصلون في الإحرام صلاة الركعتين الطواف وهو مطبع. كثير جدا من الناس بعد ما يكمل الطواف ويبقى مطبع فيصلي وهو مكشوف الكتف، لأن وارد في السنة في الموطأ وغيره أن نهى صلى الله عليه وسلم عن كشف الكتف في الصلاة، أو أن يصلي الرجل وهو مكشوف الكتف. كل ده من باب من باب التجمل في الصلاة، كشف كتف أو جنب، لأن برضه اللي بيكشف الكتف ممكن يكشف الجنب. كشف الكتف نفسه مكروه، كشف الجنب لأن ممكن أحيانا يبقى الجيب مفتوح، أحيانا يعني الجيب واسع أو مقطوع مثلا، فيصلي لما يجي يصلي تلاقي الجنبين دول ظاهرين وهو يصلي، هذا مكروه. وكذلك تشمير الذيل كتشمير ذيل، أي يعني ذيل السوق كتشمير ذيل، أي ذيل ثوبه.
يعني اللي بيصلي ايه ماشي ماسك الزين رافع زين السفره، ممكن يظهر الركبه مثلا او تظهر الرجل الوساق يعني، هذا مكروه. زي اللي بيصلي مثلا في شورت لغايه الركبه هذا مكروه، او يصلي الفانيلا بحملات برضه دي مكروهه، لان الفانيلا دي بتظهر الايه؟ الكتفين، وممكن لو واسع شويه تظهر الجنب، كل ده مكروه. وبعدين الكف، كف اللي هو ضم الكم او الشعر او السوق، يعني الانسان هو يصلي ما يلمش الثياب ويضمه، هذا مكروه ايضا. وكذلك اللي هو ضم الكم يعمل فيه كده يضم ايه الكم هكذا، كل ده يعتبر من باب الانشغال في الصلاه. وكذلك كف الشعر الراس، زمان طبعا كان شعورهم طويل، كان لما يجي يسجد الشعر ينزل في الارض، كان يكره انه يلم شعره قبل السجود، كان مش عايز الشعر ينزل في الايه؟ في الارض. لكن الان غير موجود هذا، لما ده كان موجود فين؟ في العرب، وده منعه في السنه، يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن كشف الكتف وضم الثوب وكف الايه؟ الشعر وتشميد الذيل، كل ده منهى عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الكرامة لا على سبيل الحرمة أو الإيه؟ أو بطلان الصلاة. كده صلاة المرأة في البنطلون بتبقى طبعا، لأنه الثوب الواصف يعني تسليم طيب هو بس لكن هو المفروض طبعا يعني مذكور في غير هذا الكتاب ألا يصف وألا يشف. ألا يصف وألا يشف. لكن الصلاة صحيحة، لكن هي طبعا فيها شيء من سوء الأدب مع الله، يعني هي المفروض طبعا يعني تلبس ثيابا يعني فضفاضة، قولوا عليها الثياب الفضفاضة يعني الواسعة. لأن هي طبعا لو جت صلت أمام الرجال طبعا شبه ايه؟ تبقى شبه عالي. تقسيم العوره ظل صوتها ملكيه ولا عند الائمه الاكبر؟ لا عند الجميع، يعني ما فيش خلاف. يعني الثياب الشرعيه، شروط الثياب الشرعيه دي لا يختلف فيها احد. يعني مش واحد يجوز الثياب الرقيقه واحد يمنع، واحد يجوز الثياب الضيقه واحد يمنع. يعني الثياب هذا امر يعني مأمور به شرعا. هي الصلاة صحيحة يعني، الصلاة صحيحة، لكن لا تخلو من كراهة، لا تخلو من كراهة، لأن الله حق أن يستحيا منه كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة لما تخصص ثوب للصلاة ثوب واسع هذا نعم للعمل، هي طبعا هي التي تخرج بالبنطلون للعمل دي لا تصلي اصلا، لا تصلي لكن كشف الكتف او الجنب او الساق لامر اقتضى ذلك يعني غير الصلاه هذا جائز. ليه؟ لان طبعا بالنسبه لكتف الرجل او جنب الرجل او ساق الرجل ليس بعوره، يعني لو كشفه للعمل لا شيء عليه، اهم شيء ما بين السره الى الركبه، هذه العوره الواجب سترها بالنسبه لايه؟ للنظر. بالنسبه للرجل اهم شيء ما بين الايه؟ السره
يعني من تحت السرة إلى أول الركبة، هذه هي العورة. ما سوى ذلك يعني لا شيء في كشفه. في الصلاة مكروه، لكن في غير الصلاة جائز لأمر اقتضى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يأمر بتخصيص ثياب خاصة مثلا لصلاة الجمعة والعيدين، كل ده من أجل أخذ الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة كما قال ابن عباس الله عز وجل أحق أن يتزين له، الله سبحانه أحق أن يتزين له. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على أحدكم أن يجعل ثوبين لجمعته وعيده غير ثوبي مهنته صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يجيش بثياب المهنة ويدخل بها المجامع، يعني يخصص ثيابا لأجل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. وكذلك يعني سائر الصلوات الإنسان يحاول دائما يصليها بثياب جيدة، إلا إذا كان هناك مثلا ضرورة في تغيير الثياب. يعني في بعض الناس يصلي بالشرط مثلا، الشرط ده طبعا إيه؟ يعني يبقى مش واصل إلى الركبة، أو أحيانا يبقى واصل لكن عند الركوع والسجود ينكمش فيظهر شيئا من الايه؟ من الفخذ. هذا أيضا يعتبر دخل برضو في عدم ستر الواجب في الصلاة، ستر العورة الواجبة في الصلاة، هي عورة مخففة، ولذلك كان يعيد في الوقت. كشفها في الصلاة لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن كشفها لغير الصلاة بالنسبة للرؤية هذا حرام، حرام قطعا، لأنه ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي طبعا لا يا علي لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، انظر لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. لذلك دائما نعلم الممثلين الذين يمثلون الموتى بوجوب ستر ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للميت بفوطة تخينة، إنما يقول لك هات مسطرة، جيب المسطرة دي قطعة كالمنديل يضعها على العورة المغلظة ومع الماء لما يصب الماء يبقى شفافة، يبقى كأنه لم يضع شيء، إنما الواجب فوطة من السرة إلى الركبة ويصب الماء من فوق الفوطة. وبعدين واجب عليه إنه يلبس جوانتي تخين أو يلف يعني قماشة ثلاث أربع مرات علشان ما يبشرش العورة بيده مباشرة. يجب عليه نعمل كده، نشيل بسكيس ابيض، مجرد ما يتبل ميه ايده تعتبر ظاهره منه كلا شيء، الرقيق كالعدم سواء في اليد او في الستر نفسه، لكن الفوطه مهما تصب عليها ميه ما تظهرش، يعني لا تصف ولا تشف. كذلك لما الف على ايدي كم لفه كتير خالص أنا مشعرش بالعورة وأنا أغسل بالعورة، لكن الإفضاء باليد إلى العورة ده حرام، المفروض أنت يعني
تاخذ قرار من الآدم ولا قراريط من الوزر؟ يجب عليه ان يتعلم احكام الغسل حتى يخرج ماجورا غير معزورا. اي واحد طبعا يلاقي جماعه يغسل جايبين مسطره بيضاء ويضعها كده على عوره الميت ويصب الماء تنكشف العوره كده، حرام هذا قطعا، خصوصا الميت بيقلب يمين وشمال وبطن وظهر، فيجب مراعاه هذه الاشياء خصوصا موضوع ستر العوره ده مع الاحياء ومع الاموات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي: يا علي لا تنظر الى فخذ حي او ميت، فكلاهما واحد. وكذلك في النساء، المغسله في النساء يجب عليها ستر، يعني ما بين السره الى الركبه بالنسبه للمراه، برضه بساتر دخيل، هذا هو الواجب. المراه برضه تلف على ايدها برضه شيء برضه دخيل علشان تغسل عوره المراه من غير ما تشعر بها. الوقت او الحكم الشرعي يشمل الرجال والنساء. ونقف عند استقبال القبله، نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا علما وعملا ليجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله.